أنا أدعو حسن كركز اللي يقول نوري صباح يط النجم فلوس حتى يفضحنا أن يطلع معاي بالبرنامج. يقول لك تخسى من شاربك أنت وفلوسك وغيرك، ها ما تسوى عندي صرخة لمظلوم، ومن تعود على هذا لأنه جبان ونذل ومن نطفة حقيرة وابن حرام. السلام عليكم، هاي مناشدة لسيادة محمد الشاع السودان رئيس الوزراء، ومناشدة لسيد معالي وزير حميد الشطري الناجدة بالمظلومية بالإنسانية بحقوق الإنسان بالشرف الشايلة. هذا الرجل خليل عزيز علي عنده مذكرة إلقاء القبض بأحد ضباط جهاز الأمن الوطني على 56، وهذا الرجل ما يقدر يعني يتكلم بقوة من قد ما حرقه بقلبه، وأول مرة يعرض على الشاشة لكودن رجال ابن عرب وابن أصول وما عنده هاي الطلايب والمشكلتية. أحد ضباط جهاز الأمن الوطني ابتزه بأربعين مليون أخذ منه، فالرجل اشتكى عن حقه ابتلي من اشتكى عن حقه طلع الصدرة عنده مذكرة إلقاء القبض بحق هذا الجهاز الأمن الوطني بحق هذا الضابط. هاي الوحدة الثانية، هذا الرجل لكودن عنده دعوة ضد هذا الضابط الجهاز الأمن الوطني على 56، هذا الشخص بهاي الشيبة وبهذا العمر وبهذا التقدير له ظلمه بدعوة كيدية على المركزية استخبارات العسكرية المركزية مال المشتري اللي جان، اتهم بخطف أخته بأنه هذا الحجي خليل عزيز علي خطف أخته ناملة 9 أشهر أو 8 أشهر، موجود هذا المقتبس ماله، غرب لي على المقتبس، هذا المقتبس ماله واضح سجودة حمزة كركس صايل بأنه هو خاطفه هذا الرجل، أخذ له 8 أشهر طلع براءة عدم كفاية الأدلة. هاي الكودن شنو حتى يسقط هاي المذكرة؟ أنطوني نوري صباح. نوري شلونك؟ حياك الله أستاذ نجم، حياك الله يا حبيبي. أنتوا طلعتي معاي قبل أسبوعين وأنا اتصل بي السيد رئيس جهاز الأمن الوطني حول هاي القضية، أنتوا قرايب، ليش هاي القصة بيناتكم ما زالت غير محسومة؟ أستاذ نجم هذا قاعد يضغط علينا قبل فترة 28/5 على قناة أي نيوز الإعلامي ماله أستاذ بلال الحسيني جزاه الله خير، الإعلام اليوم مقفول الكان من يكون ويناشد حاطله العوائل وحاطله خواته واخوته وقرايبه ويناشدون بخصوصية نور صباح الحميد، هو انا المتكلم وياك اي بانه كودن انا كشفت هاي الاوراق التحقيقيه وكودن اتصلت بيك وكودن وصلت صوتي كودن اريد حقي وطالب بحقي. هلا هاي العوائل تناشد بالاعلام بالوزراء وكل الدول بانه انا قاتل اولادهم نور الغابي نوري كذا وفعلين صورتي وشهرون بيه زين يسوون دعوة علي كيدية، هاي من باباني وعماني زين. الثانية أحد العوائل اللي تكلموا بالمقطع طبعا أنا جزيت هذا المقطع الفيديو لحضرتك نعم أي يقولون نوري يناشد نجم الربيعي ويرشيب مبالغ مالية ونجم الربيعي يستجاب هذا الصوت مالت الإرهابي وكذا وحكي ما يستونف وما يلبس عليه ثوب يا استاذ نجم على اساس يقولون انت تعطيني انت بالبخت وانا على الاعلام ارتحتيها بصوره عامه عم انا يا رجال اعرفك شايفك ماشي نوري يقولون على الهاي بالمناشده مالتهم اتهام باطل وانا مفعول على هذا الكلام مالي اخ نوري. الان هم يقولون انت تعطي النجم الرباعي فلوس وانت ارهابي حتى يطلعك بالتلفزيون نعم ماشي انا على الهواء نعم. علنا على الهواء علنا السيد معالي نعم. رئيس جهاز الأمن الوطني نعم. الأستاذ حميد الشطري أنا أضع نفسي أمامك ونوري صباح والسيد الضابط اللي بالأمن الوطني نعم. للتحقيق وأبقى مطالبا بحقي بالتهمة الذي ساقها السيد الضابط. هذا أولا. الشيء الثاني الضابط اللي بالأمن نعم. الوطني اللي تدعون أنتو أنه هو قد ظلمكم إلى حق الرد في هذه القناة وأن يقدم ما عنده أنه هو نعم. ما ابتزهم وما سوالهم دعاوى كيدية وأدعو القضاء العراقي للتحرك على هذه القضية أنه أنتو نوري إرهابي أكو قضاء الضابط مبتز أكو قضاء نوري مط النجم فلوس أكو قضاء أما هذا الذي يحصل أنا نعم. أقول لك تخسى من شاربك أنت وفلوسك وغيرك
ها ما تسوى عندي صرخة لمظلوم. ومن تعود على هذا لأنه جبان ونذل ومن نطفة حقيرة وابن حرام. سمعت له لا؟ أنا وأنت يا أخ بالقضاء العراقي وأخذ حقي منك. ومرة أخرى أكرر للسيد حميد الشطري بفتح تحقيق وأن يبعث إلي برسالة، أتشرف بأن أخضع للمساءلة بهذا الموضوع وأطالب بحق من هذا الضابط الذي قال هذا ووثقه بفيديو. واثق الخطوة يمشي ملكا. نعم. 20 سنة في ظل مملكة الفساد نمشي بطولنا وما أباوع لهذا وذاك ايش قال عده فلوسه. وهاي القضية يا أستاذ حميد قد تأخر التحقيق بها. قد يكون هذا الضابط مظلوم وقد يكون نوري صباح مظلوم. لازم اكو واحد ياخذ حقه يا معالي رئيس الجهاز وايضا يا سيد وزير الداخليه هذا الامر ويا سيد رئيس مجلس القضاء الاعلى. لانه ما يصير احنا فضايحنا بالاعلام ويا اللي يجي يسولف. نوري انت مستعد ان تخضع للتحقيق؟ استاذ نجم مستعد ان تخضع للتحقيق بالامن نعم. الوطني وأن تثبت ما عندك أنه الرجل ابتزك بأي وقت أحضر. أنا بدي استضيف حميد الشطري، أنا بدي استضيف لو بين كل الحقائق على هذا الشخص. هذا ما قاعد يجوز، هذا قاعد في سبيل يكسرني الدعاوى كي يجيب له شهود اثنين ودول القتلة ويحلفون علي ويطببوني حتى ينسى الخبر كله في سبيل حتى ما ينفصل من دوامه. زين أنتم بالفيديو السابق ادعيتوا أنه هاي المرة اللي جايبها ضابط ابو الامن الوطني فوزية، هي فوزية عبد النظر فوزية عندكم اتصال بها تستعد ان تحضر امام رئيس الجهاز او امام اللجنه التي ستشكل؟ شردت المره ما ندري باي مكان هسه المره شردت، بس عندنا تصوير كامل صوت وصوره ولا يزال تتصل بحسن حمزه وتسجيل اصوات بين رقم حسن حمزه وبين رقم فوزيه. زين ثبتوا هذا بمحضر التحقيق بإفادتها أنه هذا الضابط هو اللي أجبرها على الاعتراف؟ تم تثبيتها؟ نعم. أمام مثبت؟ نعم. أمام نعم مسوى الصحوة الضمير بإفادة قانونية وقضائية. إفادة خلص كلها عند الإجراءات. خلص الأولى طلعوا من قضيتها براءة. شو اسمه هو الضابط؟ حسن كركز. وبعدين بس ولدنا على اعتراف الحكمة. أنا أدعو ولدنا الحكمة على المجنين عليهم اللي يقول يكذبون بخانتهم جايبين هاي العوائل ويحلفون بأنه نور قاتل ابنه. ماشي وين شوف الفن والذكاء. أنا ما أدري، أعتقد أنا ما عايش بقانون. يا سيد حسن كركز، أنا لهذا السبب أرجع أغابي المعالي وزير حميد الشطري وشفت الحقيقة بهذا الأمر تيسير من نبي الجهاز. أنا أدعو حسن كركز اللي يقول نوري صباح يط النجم فلوس حتى يفضحنا أن يطلع معاي بالبرنامج نعم. ويقول نوري صباح نعم. سوالي لك حق الرد وحق الرد مكفول. نعم. وأن تثبت أيضا نعم. هذا الفيديو أمام القضاء وراح ألحقك قضائيا. وأنا أتحدث الآن أمام الملأ نعم. كله وما راح أعوفكم بهاي التهمة. ماشي نوري، شكرا جزيلا.